في خطوة غير مسبوقة، بوتين وكيم جونغ في مركب واحد، والخوف الأمريكي يتصدر المشهد. روسيا تنزل وحشا جديدا إلى أحشاء المحيط، وبعد صاروخ الشيطان موسكو تدخل سلاحا آخر لحسم المعارك في أوكرانيا، وكييف تعلنها السلام مع روسيا يمر عبر هذه الساحة ولا شيء آخر، والدفاع الروسي تعلن عن خسائر الأوكران الفادحة في الهجوم المضاد، وواشنطن ترد، والكرملين يضع شرطين أساسيين لإنهاء معارك البطون الخاوية، وأردوغان يناقش الأمر مع الأمم المتحدة، وهدية روسية قطرية ثمينة لست دول إفريقية. التنين الصيني يتحضر لإنهاء الهيمنة الأمريكية في العالم، وفرنسا ترضخ للإنقلابيين في النيجر. رعب أمريكي. العقوبات لم تنفع وعادت بطريقة عكسية على الغرب عموما وعلى الولايات المتحدة خصوصا. بوتين يتقدم بخطوات واثقة، لكن الخطوة القادمة هي ما يحير الأمريكان أكثر، حيث أعلن البيت الأبيض أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يجري مفاوضات للأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية لإمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وبالتزامن مع ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية أن روسيا تدفع باتجاه خطوة غير مسبوقة في جيش كوريا الشمالية. وحسب الصحيفة، اقترحت موسكو أن تنضم كوريا الشمالية إلى مناورات بحرية تجمع بين روسيا والصين لتكون أول مشاركة من نوعها بالنسبة لبيونغ يانغ. يبدو أن بوتين قرر الرد على الدعم الغربي الذي لا ينقطع عن أوكرانيا، وكما يقولها اليمنيون، الحجر من القاع والدم من راس الجبيلي. أي أن موسكو لن تخسر شيئا بإضافة كيم إلى صفها في الحرب، وأمريكا هي من ستتلقى الخسائر. لننتقل إلى الحرب الأوكرانية، حيث تتحضر روسيا للفترة القادمة بطريقة مختلفة هذه المرة، وذلك بالنزول إلى أحشاء البحار والمحيطات بوحش كاسر، بإعلان وزارة الدفاع الروسية عن نجاح الاختبارات الجديدة على أحدث غواصة في سلسلة غواصات فارشافيانكا الملقبة بالثقب الأسود لاختفائها الطويل والعميق في مياه المحيطات، وتمكنت من الوصول إلى عمق يصل إلى 190 مترا تحت سطح الماء في بحر البلطيق. والرسالة واضحة للأوكرانيين ولحلفائهم الغربيين، وهنا توجه موسكو رسالة أخرى لا تقل قوة عن سابقتها. فبعد الإعلان عن إدخال صواريخ سارمات إلى الخدمة، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن 4 قاذفات استراتيجية من طراز 260M ستدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية هذا العام، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية. والقاذفة الاستراتيجية طائرة كبيرة الحجم مخصصة لإسقاط كميات هائلة من القنابل والصواريخ بما يفوق قدرات المقاتلة الحربية الصغيرة لضرب أهداف استراتيجية لدى القوات المعادية مثل القواعد العسكرية، ولديها القدرة أيضا على حمل أسلحة دمار شامل. فهل حان وقت حسم الحرب الأوكرانية؟ الإجابة تأتي من أوكرانيا بأن كل تلك الأسلحة لا تخف حكومة كييف، حيث صرح وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بأن الطريق إلى الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية يمر عبر ساحة المعركة، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تريد إحلال السلام بقدر بلاده. برأيكم، هل تريد كييف السلام حقا؟ لا يبدو ذلك. فها هو زيلينسكي يقوم برحلة عمل إلى مقاطعة دونيتسك ليزور مراكز قيادة التشكيلات العسكرية التابعة لقوات كييف في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية، وليسلم مقاتليه عددا من الأوسمة في الميدان. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مسيرة أوكرانية في القرم، بينما أعلن رئيس بلدية موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية. وقال المسؤول الروسي إن أضرارا لحقت بمنطقة أستريانسكي نتيجة سقوط إحدى المسيرات، لتعود الدفاع الروسية وتؤكد أن قواتها قامت بتعزيز
تعزيز مواقعها على محور زابوريجيا، وحيدت أكثر من 655 عسكريا وأسقطت مروحية في مختلف المناطق خلال 24 ساعة. وإليكم المصدر. هنا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يعلن أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، تجاوزت 66 ألف عسكري و 7600 قطعة سلاح. وأضاف أن القوات الروسية أسقطت خلال الشهر الأخير أكثر من 1000 مسيرة أطلقتها قوات كييف. والعهدة على المصدر كما نتصفحه أمامكم في موقع وكالة سبوتنيك العالمية. من جهتها بدأت القوات الأوكرانية تفصيل أقفاص وهياكل ضخمة لحماية المدرعات والدبابات والمدافع غربية الصنع من مسيرة لانسات الروسية التي دمرت مئات الدبابات والمدافع الغربية لقوات كييف. هذا وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الجنوب حقق تقدما ملحوظا خلال 72 ساعة. وذكرت صحيفة الجارديان أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن أوكرانيا حققت بعض النجاح في التعامل مع خط الدفاع الثاني لروسيا في الوقت الذي أظهرت صور الأقمار الصناعية على مدى أشهر قيام الروس بتثبيت دفاعات أسنان التنين في الأراضي التي يسيطرون عليها في أوكرانيا. لننتقل إلى معركة الأمعاء الخاوية، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لروسيا شرطين أساسيين فيما يتعلق بصفقة الحبوب. الأول يتمثل بربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، والثاني تأمين سفن الشحن. وأضاف أردوغان أنه يعتزم بحث مسألة استئناف صفقة الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهناك أكد بوتين أن العمل جار على توريد مليون طن من الحبوب إلى تركيا بمساعدة قطرية لدعم الدول الأكثر فقرا. وقال نحن على وشك إبرام اتفاقيات مع 6 دول إفريقية حيث نعتزم توفير الغذاء مجانا وتنفيذ الخدمات اللوجستية مجانا لتسليم هذه الشحنة. المفاوضات تقترب من الاكتمال تقريبا، وستبدأ عمليات التسليم خلال الأسبوعين المقبلين. يبدو أن الحظ اتسم لست دول إفريقية عن طريق بوتين، فماذا عن بقية الدول أيها الغربيون؟ الأحداث والتطورات. كشفت تقارير غربية وأمريكية أن الصين تتطلع لتدشين قواعد عسكرية بحرية في عدة دول لا سيما في آسيا وإفريقيا بعد أن باتت تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم. وترى هذه التقارير أن بكين تسعى لتعزيز نفوذها العسكري رغم النفي الصيني لهذه التقارير. بعد إغلاقه لنحو شهر وعلى طريقة الجابون، فتح المجلس العسكري في النيجر المجال الجوي أمام الرحلات المدنية والتجارية بالإضافة إلى الحدود البرية مع مالي وتشاد وبوركينا فاسو والجزائر. في الوقت نفسه استمرت المظاهرات والاعتصامات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي مطالبة برحيل القوات الفرنسية. من جهة أخرى قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن باريس بدأت مناقشات مع المجلس العسكري في النيجر بشأن سحب بعض قواتها هناك. وأضافت الصحيفة أن فرنسا تخطط لإرسال جزء من قواتها الموجودة في النيجر إلى تشاد، وكانت باريس أعلنت تمسكها بالبقاء الدبلوماسي والعسكري في النيجر حيث تحافظ هناك على وجود 1500 جندي.